السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرح جديد لتطبيق مفيد، هذه المرة مع تطبيق لنقل التطبيقات المتنوعة من الذاكرة الداخلية للذاكرة الخارجية لربح مساحة أكبر وأكبر لتثبيت تطبيقات جديدة. اسم التطبيق Link2SD، تجدون رابط تحميله تحت الفيديو. كيف يعمل هذه الوجهة الأولى له؟ سنقوم بشرح بعض الخصائص. مثلا في الأعلام اليمين هذه القائمة، قائمة لعرض تطبيقات، جميع التطبيقات أو تطبيقات النظام المستخدم المضافة، هذه المستخدم للوصول السريع إلى التطبيقات. كذلك في هذه القائمة هو عملية ترتيب التطبيقات حسب الحجم، الاسم أو البيانات وغيرها من الخيارات. كذلك هذا الخيار بحث، وللبحث عن أي تطبيق بسرعة، معلومات عن الذاكرة، ذاكرة خارجية والداخلية، يمكنك معرفة الحجم المتبقي واستغلاله. كذلك خيار آخر والإعدادات، إعدادات بعض الإعدادات في المظهر مثل مظهر فاتح أو الغامق، أو كذلك اللغة، يمكنك تغيير اللغة التي تريد. هناك بعض الخيارات أخرى ومن أهمها هو برمجة المسح التلقائي للذاكرة أو الكاش. الكاش مسح تلقائي كل ساعة، كل ساعتين، كل أسبوع، كما تريد. كذلك الخيار هو القائمة اليسرى، فبعض الخيارات كثيرة من هنا، ومن أهمها هو كلين الكاش. الكاش كما معروف هو بقايا التطبيقات و خياراتها والتي تخزن داخل النظام في أماكن متعددة عند حذف أي تطبيق. فهذه البقايا الكاش يمكنك حذفها مباشرة من هنا تلقائيا أو يدويا منها، أو تلقائيا عبر جدولة الإعدادات. الآن نمر إلى عملية نقل أي تطبيق. نقوم بنقل تطبيق المستخدم، مثلا نختار مستخدم صغير لنقله بسرعة. هذا التطبيق عند الضغط عليه مباشرة يعطيك بعض المعلومات على هذا التطبيق، حجمه والكاش والمخبأ والبيانات وغيرها. فما عليك إلا أنقل إلى ذاكرة البطاقة ثم موافق. تجد في بعض الأحيان تحذيرات أو معلومات تخبرك عن هل يمكن نقل هذا التطبيق أو لا، فما عليك إلا الضغط على موافق. يتم الآن نقل التطبيق إلى الذاكرة الخارجية. تمت عملية نقل التطبيق بنجاح، كما شاهدتم طريقة سهلة وبسيطة. هذا التطبيق يحتاج روت ليعمل بشكل جيد. هذا هو التطبيق. وفي الأخير، لم تشترك في القناة، يمكنك الاشتراك في قناة نسيم ديزاد، هذه هي. اشترك وفعل الجرس ليصلك كل جديد من شروحات التطبيقات والبرامج والمواقع وغيرها. إلى الشرح القادم بإذن الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام.